الطيري مركز إداري قرية تابعة لمحافظة رماح بمنطقة الرياض، تبعد عن مدينة رماح مسافة 80 كيلومتر، وتبعد عن الرياض حوالي 160 كيلومتر، ويمر فيها شعيب الطيري أحد أودية وسط الجزيرة العربية، الذي يبدأ من أعالي جبال العرمة الواقع شمال شرق مدينة الرياض، ويصب في روضة التنهات. ووادي الطيري أحد أجمل المتنزهات البرية وسط نجد، خصوصا في فصل الربيع.